في نسخة جديدة ينطلق مهرجان العلا للتمور تحت شعار ذوق فخرنا، حيث يشتمل المهرجان على مزاد علني وسوق مفتوح لعرض منتجات المزارعين، كما يهدف المهرجان إلى رفع القيمة السوقية لتمر العلا. مهرجان ناجح ويعطي انطباع عن العلا وأهل العلا ومزارع العلا، وإن شاء الله إلى الأمام في كل سنة أحسن من السنة دي بإذن الله. حقيقة كانت في جهود لتطوير النسخة الثانية من خلال يعني الفعاليات المصاحبة للمهرجان، زي ما احنا شايفين البوثات، وجود ايضا الخدمات مثل البريد السعودي سبل، ايضا الفعاليات الخارجية اللي راح نشوفها بعد شوي. حقيقة اعطت للمكان يعني بهجة وشكل جميل. فعاليات مصاحبة للمهرجان واركانا مختلفة لعرض منتجات عدة تساهم في نشر تاريخ العلا والتي جمعت بين جمال التاريخ والطبيعة. الصراحة المهرجان نسخة الثانية، وصراحة جهود الهيئة الملكية واضحة وملموسة، والله يعطيهم العافية. مهرجان مشرف زي ما انت شايف، تمور العلا، انتاج العلا. أصنع باستخدام موارد محلية خاصة من العلا لدعم القطاع الزراعي ولدعم الأسر المنتجة. أيضا نستخدم زيت المورينجا من قرية جيدة، ونستخدم التمر من المزارعين، نستخدم البرتقال والحمضيات عموما، يعني حتى الليمون ندرجه ضمن إنتاجنا للصابون. إنتاج كبير لتمور العلا من مختلف الأصناف عبر هذا المهرجان، والذي يستمر على مدار 3 أسابيع من نهاية كل أسبوع، ليسعى لتسويق تمور العلا على نطاق واسع. للقناة الإخبارية من محافظة العلا، مصطفى عباس.